السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. واعي ولا يتراوالكم انتو، ها تحرون عماركم يتراوالكم؟ لا ما يتراوالكم، هذه حقيقة. انا ابوي واعي توني من الرقاد، واعي معين من الله خير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سبب النش اليوم الفجر بتعرفون الشيء. وحين بعد شوي ونحسارين في الدرب يباله من فندق أدرس داون، من فندق أدرس داون 45 دقيقة، ومن عقب 45 دقيقة بنصور لكم بخبركم نحن وين في أي مكان. طريق جباله مثل ما قلناكم ساعة قاصر ربع، إن شاء الله أنا بنوصل بتشوفون شيء غير نمونة، ما بنمونة عادية، لا شيء غير نمونة، شيء فنان، شيء يعني كل العرب تنبسط لشوفه، بتستانس لزيارتنا هالموقع المميز، وبتستانس للشيء اللي تجنيه البشرية من هالشيء هالمكان المميز، مكان يعني يعتبر هرم من أهرامات هذه الدولة، إنجاز عظيم وكبير. ما شيء شراته في المنطقة كلها، ما شيء شراته إلا فقط في جنتية دبي، في جنتية دبي، يوجد بعد في قارة بعيد وين بيس نضيع عيالها آخر الدنيا، يوجد في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات، هذا الشيء الكبير من الحسارين، ويوجد في قارة بعيدة آخر الدنيا. وشد عازميني والله عليه لجل أني أسير أطالع المشروع هذاك، ما تسمعت أنه موجود في هذاك في دولة ثانية أو في قارة ثانية إلا في دولة الإمارات. المشروع فنان مميز، أكيد أني طولت عليكم، لكن إن شاء الله عندكم أنكم بتعرفون أن المكان اللي بسيره صوره شيء وايد فنان، وأقل ما يقال عن الكلام اللي قلته هنا اللي هي المقدمة اللي الله قدرني عليها. يلا المهم طالت عماركم، أنا وصلت الموقع اللي جاي أزوره وخبركم عنه، قال لكم أن زيارته لازم أوصل الموقع قبل الساعة 7:30، وإن شاء الله في وقت وايد أنا عندي وحيد يعني، لأن الوقت لازم من 5 لين 7:30، أكثر شيء 7:30، بعد 7:30 شيء لها لازمة الزيارة، يا غير ما بتكون نفس جودة زيارتي اللي هي أني أصبح المكان هذا جاي يعني أنا من صباح الأخير. طالت عماركم من استوى الدنيا وعينا عليها نحن وهاليتنا وصدقاننا وربعنا، وبالأخص المجتمع الإماراتي، المجتمع الإماراتي تربط بينه وبين الحلال ألفة وصداقة، صداقة حميمية، وشيء الواحد ما يلقط الدورة منه. الحلال، الحلال جميع أنواعه، والحلال هو العزوة، وهو ناس تبدي على الأولي والتالي، وناس تبدي على الصاحب والصديق وعلى أغلب ما يكون، فيكون الحلال عديل الروح. يوم يقولك الحلال عديل الروح، يطرون ان الشيء الغالي على نفسك، حلالك من 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 مال ومن 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 شيء تملكه انت، فمن الاشياء الحلال اللي انا اليوم ارمس عنها اللي هي طارت عماركم الابل وارتباط الابل في الجزيرة العربية وعند الناس وعند العرب وعند كل انسان، وبالاخص اللي فيهم أصول بداوة، حتى اللي ما فيهم أصول بداوة كان عندهم شغف أو حب أنهم يمتلكون شيء من هالإبل، وما الله كتب لهم نصيب، يا أنهم ما عندهم عزبة أو ما عندهم مكان أو أنهم ما عندهم مكان وين، فلذلك أنشئت مزرعة عمرها 10 سنوات، مزرعة الإبل اسمها كمليشيس. كمليشيس طارت عماركم من المزارع العالمية، ومن أكبرها ومن أجودها ومن أكثر المزارع كمية الإبل، إبل اللبن، إبل الحليب، رجاب الحليب اللي عندهم، مزرعة عمرها 10 سنوات، يمتلكون 10,000 ناقة، 10,000، 10,000 ناقة، وإن شاء الله طموحهم أنهم بيوصلون إلى 20,000 في هالكم من سنة الجايات. مستواها الأكبر عالميا، الأكبر على مستوى العالم، ما على مستوى الشرق الأوسط،
ولا قارة آسيا، على جميع القارات اللي في الكون على مستوى الكرة الأرضية. أكبر منشأة في العالم، أكبر مزرعة في العالم، أكيد عندها خط إنتاج، أكبر إنتاج في العالم. هذا أكبر إنتاج في العالم وين موجود؟ في هالمزرعة، في هالمزرعة اللي تغنيها ليل. أكبر خط إنتاج في العالم من ألبان الإبل، فلذلك مشتقاته أكيد بتكون كثيرة، والناس حد يعرف وحد ما يعرف، وهذا كله طارت أعماركم. اليوم أنا جاي أشرح لكم وأصور لكم وراويكم هالصرح العظيم، هالصرح العظيم اللي هو فخر لكل إماراتي إنه موجود هذا الشيء في الإمارات. استثمار إماراتي في أرض الإمارات، ومن نابع من المجتمع الإماراتي وظاهر للعالمية. يتم تصدير مشتقات الألبان ومشتقاته إلى العديد من دول العالم، الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون والصين وروسيا وأمريكا بكبرها، بكبرها أمريكا، يستوردون أبوية الحليب من هالمكان وفق أعلى المعايير العالمية، مش معايير عادية شرق أوسطية، ومش إن استهوانا الواحد متهون ولا يشوفه هين الشروط الخليجية والشرق الأوسطية، لا، شروط عالمية بعد هاي، لك شروط بعد زيادة غير نمونة، وسط عناية طبية ومراقبة وأشياء يعني ما حتى في كل كبير وصغير متدخلين فيها المسرعة، فلذلك حصلت على العديد من منتجاتها، ناهيك عن وجودهم هني والفحوصات والدنيا، وحصلوا على أكبر الشهادات والاعترافات الدولية على مستوى الكرة الأرضية. ما شاء الله، الله يطرح البركة ويزيد ويبارك. أحب نبتدي التصوير من داخل، بنرويكم الهست كله. في جميع الجمعيات وين ما تصير مثل قطع غراش مكتوب عليهم كميليشنز، أكثر من 10 سنين الإنتاج موجود في الجمعيات التعاونية، حاليا وصل إلى العالمية، من هالكثر سنة موجود. وهذا السيائر تعال من حن وين؟ الحن في مصنع الإمارات لإنتاج الحليب. ما شاء الله، وهذا اللي أنا وش أشوفه شو؟ ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه البوش دي الحلبن، هاي البوش دي الحلبن. هي نعم. زين، كل خلص الحليب الحين ياكلن. نعم، وعيالهن عندهن، عيالهن موجودات عندهن. كم تحلب الناقة؟ تحلب الصبح وتحلب العصر. حلبتين. حلبتين في اليوم. كم شهر تحلب؟ تحلب 8 شهور. 8. 8 شهور. 9 شهور. ما شاء الله. وهذا الحين كل 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 مكان، هذا كل كل زرب، هذا كل معطان كم فيه؟ 48. كل شبج من هالشبوت؟ كل شبج 48. 48. 48. 48 ناقة. شد خلص الحليب. الحين فترة الأكل. عقب ما يخلصن الأكل يطلعن للمشي. عندنا دورة يمشن فيها، يلفن فيها 3 كيلو يوميا عشان لا يورم من البوش. ورياضة زينة بعد الأكل. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، ما شاء الله. دكتور أحمد كيف حالك؟ بخير ونعم الحمد لله. يا مرحبا دكتور. يا مرحبا دكتور. الحين الرقم كم هذا؟ هذا شبك 142. كم العدد؟ 48 ناقة الحين جاهزة تمشي المحل يوميا على هالحالة. يوميا صبح ومساء إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عبارك عبارك. نعم. طلعات من 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 الشبك جبل الحليب، ريحات رواح ريحات الحليب، هاي عارفه. ما شاء الله، ما شاء الله. متعلمات. ما شاء الله. طلعات سيد ريحات الحليب. تبارك الرحمن، ما شاء الله، ما شاء الله. بدون راعي، بدون حد. كم عمار هنا الحين هاي؟ والله عمارهن من 6 لين 7 لين 6 7. كم تحلب الناقة؟ كم سنة؟ تحلب. لين رابع فطر. لين رابع. بس. لين رابع 13 سنة. أيوة. لنا 10 كلة تحلب لنا. ما شاء الله، ما شاء الله. من عمرها 5 سنوات. ليه 15؟ مر 15. يعني 10 سنين تحلب. لنا 10. ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله أبو محمد بتعلمات، يطلع من الشبك سيد سيلات. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، ما شاء الله.
بارك. ما تقول ظاهرات من حلال، ما تقول ظاهر حلال من هالمكان النظيف. من طلع أنا من أبو محمد والعمال ينظفون. سبحان الله. نعم ينظفون ويرد له مكان نظيف. طيب سؤال لر دكتور، منو يتعبل من هالنظافة كلها؟ عندنا عمال الحمد لله يعني مدربين. نعم. ويعني عندهم توعية كاملة بأساليب الرعاية الصحية السليمة. أها. وباتباع إرشادات النظافة وال. يعني احنا نعتمد نظام الجودة. كم موظف موجود؟ يعني في كامل المصنع كامل كامل حوالي 800 عامل. تبارك الرحمن 800 عامل. نعم. شوف المشاريع، كل من كبر المشروع وكل من زان وكل من اعتدل عرف انه شيء عندهم موظفين، عندهم ايدي عامل، عندهم بشر، عندهم كادر بشري يعمل على النظافة وعلى الانتاج وقبض خط سير، لذلك تلقط المكان على ما تشوفون. الابكار يخلونهم في القطيع يربونهم، القعادين للعقار للعقر، ناهيك عن القعدان اللي يشوفونهن جيدات أم اللم جيدة واللبو جيد، خلوهن للشو للتكاثر. الحين عطلت عمالكم شوفوا ينهي لكم المحلب، الحين بنصور لكم الحين أظهروهن قبل شوية للمحلب أظهروهن، هيك حب نصير نصورهن لكم. هاي الحين توهن ياياك ما شاء الله مخلصات من اللبن، محلوبات وياياك، فتشوا عليهن عيالهن، فتشوا عليهن عيالهن، كل وحدة تعرف أمها وكل حوار يعرف أمها، كل حوار يعرف أمها. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عمية عينك يا حسود تبارك الرحمن، كل شيء مرتب، كل مرتب وكل عدل وكل فنان. لا إله إلا الله. هذا أبو محمد بعد الحليب هن خلصن حليب الحين وبدن عيالهن يمصنهن حليبهن فيهن. لا لا ما ياخذون وايد منهن، يخفون الا ما ياخذون وايد، الثلثين الثلثين يخفونه. نعم. ويخلون الثلث حق العيال. العيال تبارك الله، سبحانك يا رب، سبحان الله سبحان الله، ما وحده تضل عن امها، كل وحده تصير عند امها. وعلى هالمنوال كل زرب بزربه وكل حضير بحضيرته. ها دكتور؟ نعم. سبحان الله، يعني هل هذا تدريب من اللوادم ولا روح تدريب وجهد يعني بتاع سنين؟ سبحان يعني الله. الناقة أول ما تدش المحلاب ما تدش الشبك، يعني في كلافة اللي أنت تتعلم؟ في تدريب وفي تعليم وكذا. نعم. سبحان الله سبحان الله. خميس بن حليس وسالم بن راشد، أنا مقدر وقفتكم ويانا وتعبكم، ويعني الله يطول عليك، جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير على مباركيك. سبحان الله، الله خير، الله يبارك فيك. يا مرحبا بن حليس. بن حليس شيء كلافة في تعليم ال لا والله مرة، لا والله ما شكلة من تعلم العمال هاي اللي تعلمهم اليدين العامل لهالترتيب يعرفوا روحهم. سبحانك يا رب، اللي هنيين قبل اللي يعرف نخطم اللي يعرف شيء نعلم والعمالة مالي اول شيء ما يعرفوا قبل يوم يتعلموا خلاص. سبحانك يا رب. نعم. شي خصك بعلي بن حليس؟ ما يخص مره. لا. لا من جريب. وين؟ بعيد بعيد. دكتور كم زرب موجود من هاي الحين؟ احنا عندنا يمكن 150 بلوك. 150 بلوك. نعم. 150 شبك. نعم هذا في المزرعه الثانيه. انزين ويمكن اكثر من العدد هذا في المزرعه الاولى. ما شاء الله. المزارع ما بكلهن عدال بعض مع بعض كلين. أها. لكن المحالب مختلفه لانه المسافات بعيده. ايوه المزرعه مساحتها كبيره وايد. هي هي فجزء من الحيوانات لازم تكون قريبه من المحلب. ما شاء الله. لذلك عندنا محلبين. ارتشابكم اللبن من وين؟ شو اصلهن؟ اصول مختلفه من دول كثيره مثلا، سلالات مختلفه مثلا، يعني عندنا مثلا البوش الحزميات، وعندنا البوش الباكستانيات، وعندنا البوش السعوديات، وعندنا البوش المحليات العمانيات، انواع وسلالات مختلفه تبارك الله. لكن اجود سلالات الحليب في العالم. نعم. موجوده عندنا احنا بالمزرعه هنا. سبحان الله، يعني هذه سلالات مدعوب عليها ومجمعه من مناطق بعيده. سالم هذا خط الدوره. ها هذا خط الدوره. ها شد حلبن الحين خلاص. ها جد خلصا حلبن وشربن عيال الحليب وطبعا يظهرونهن طبعا للتمرين يتمرن شوي. كم المده؟ مده يمشي ساعه.
تلقيح سالم بالطريقة المتعرف عليها العادية؟ نعم. أو بالتلقيح الأبر؟ لا 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 بالتلقيح المتعرف عليها. سبحان فحل و نفك الفحل عندهن. سبحان الله. لا إله إلا الله. كم مدة الدورة هاي كلها الدورة دور ما دارها؟ هذه مدة ساعة تأخذ ساعة كاملة. 3 كيلو. 3 كيلو وشوي زيادة 3 كيلو. يا رب والله يا جماعة الخير لو تشوفون حجم المزرعة. يعني متى ونحن نمشي من 6:30 وحين بتسك الساعة 8 بعدنا ما قصينا حتى النص. ما شاء الله ترتيب ترتيب متعوب عليه والنظافة الأيد العاملة جزاهم الله خير جزاهم الله خير نظافة غير نمونة تبارك الرحمن ما شاء الله. أباتير هاي لا؟ هذا الحول نحن نسمين حول هي. وذكرهن عندنا هذا ذكرهن وين منهن؟ هذا هذا ايه للتمريح ايوه هاي من اوخينها حين هاي نعم من اوخينها خالص وهذا البعير نعم وهذا آه. نفس الشيء بعد وذكرنا هذا ها آه. حد اسمع يرحب انا يرحبون كلهم سودانيين ودي ودي عند هذاك ولا في سالم السلام عليك الزول ابو حمد كيف حالك مرحبا مرحبا ابو حمد ايش حالك الله يحفظك الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله حلال نظيف ومكان ننظف وبقيادتك انت الله يبارك فيك ربك مبسوط الله بخير والله الحمد لله الحمد لله شو الحلال والله بخير الحلال ما عليه وما شاء الله عليه الحمد لله تستاهلوا 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 شيء متعوب عليهم يقول لك حلال متعوب عليه يطرون هذا الحلال يطرون هذا الحلال لذلك تلقط خط الانتاج وصل للعالمية ترى وصولك للعالمية ما بالهين وصولك للعالمية اي بشغلة متعبة شغلة مضنية شيء مرتب وعدل فلذلك تلقط ما شاء الله كل شيء فنان وكل مرتب هذا اللي وصلهم للعالمية انك توصل للمقدمة هذا بصعوبة والاصعب من انك انت توصل للقمة الاستمرارية بكونك تكون في القمة وعلى القمة وفي المقدمة استمرارية هذه وايدين وصلوا القمة وردوا أبوي طاحة وطيحة حمالي انتكاسة يتم والسب شو عدم الاستمرارية الاستمرارية الدايم شديد الدايم شديد يبى أبوي يبى إنسان عارف ودارس ويطور قدراته ويطور من الإنتاج وخط السير لذلك تلقط ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن مكان غنيا هذا عمار هذا اقل من شهر حينه اقل من شهر تبارك الرحمن وبعد ما بدا في الحليب ما بدا في الحليب الا الحين كيف يعني ناخذ عليها ناخذ فحوصات عليها الاول مهاتر وناخذ بعدين يبدا في الحليب يعني بعد شهر ونص تقريبا الحين وين يشرب الحليب عيال؟ يشرب من المهات لكن ما بدل حليب الامهات قصدك؟ نعم ما بدل ها دكتور؟ بداية الموسم عندنا بداية المواليد يعني هذه اللي هي بداية الحليب نعم بعد ما الناقة تربي و يعني ولدها تقوى شوية هي بعد ذاك بنعمل لها الفحوصات اللازمة وندخل المحلب ايوه هذه هي بداية الموسم ما شاء الله حليل حليل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما زينهن ما زينهن ما زينهن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله سبحانك يا رب شوفوا الترتيب شوف النظافة ما شاء الله سبحانك يا رب دكتور كم عمر هنا الحين هاي اللي هني؟ كلها أقل عن شهر هاي بداية الموسم عندك الحين الحين تو بادي الموسم ها؟ موسم الولد نعم طبعا يمكن استقبل أكثر من 1000 ما شاء الله المواليد يعني المواليد شو يسووا بهن دكتور؟ المواليد هذه بعد ما تقوى بعد ذلك بتدخل في مرحلة إما يعني ذكار منهم بخصوص القطيع كزيادة بالقطيع أما الجعادين العادية تتبع للعقل والجعادين الزين الأمهات عندها حليب بنخليها في حلول المستقبل هذا
هذا العامل اظهر الولد مخصوص حقهم حق نظهر نربيكم يوم الولد يمصح لابن امه. كيف عرف هذا ان هذه امه من بدهن كلهن؟ لا اله الا الله سبحانك سبحانك. هذه امه ما شاء الله حجمها. النسبه هذه من البوش الطيبات من البوش اللي دخلت عليها تحسينات واللي وصلت جودتها در لبن وشكل وقهمه وقارب وكل ما فيها زين، فلذلك توصل الى القمه. ما شاء الله ضرحها حلو ما شاء الله. سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله سبحان هاي تيب في اليوم 23 كيلو ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على كامل النور. على الحلبتين ها؟ على الحلبتين ما شاء الله. هذا بداية بعدين يوم تكمل 5 شهور 6 شهور نعم تكمل 6 شهور تجيب قرب 30 ما شاء الله. الحين درت ابو محمد الحين درت كان هذا طالة عماركم ابتدى. شوفوا وين يجمعون المخلفات البيشان. شوفوا المخلفات سيايير وتنشل ما يتم سيايير تنشل 24 ساعة على هالأساس تلقطوا مكانهن. هذيلا أبو محمد عندنا أقسام. نعم. هذيلا مداني هذيلا مداني بيلدن هذيلا الحين على ولد هاي هذيلا على ولد كلهن على ولد ما شاء. وهذا موسم هذا موسم نعم هذا موسم تلد الحين كلهن على وجه ولاده كلهن على وجه ولاده. هاي له بكار ابو محمد بكار مداني ما شاء الله تبارك. هاي عائله بيولد اول ولده له. اي لا اله الا الله سبحانك يا رب. دكتور والانتاج البكر يختلف عن الثنو؟ طبعا بالتاكيد انتاج البكر يكون اقل عاده من انتاج الناقه الوالد قبل لكن المره الثانيه لما تبدا ثنو الناقه هي بتزيد ويبدا في الزياده يعني. كل من زادت في الولد كل من زاد حليبا تبارك الرحمن. شوف الترتيب بالله عليكم شوف الترتيب ما شاء الله تبارك الله. لا اله الا الله. هذا ابو محمد كله قسم المدان. وين من هاللي علمينه؟ كله قسم المدان. هذا وقت ولادته للحين ها؟ كل يوم يولد من 5 و6 و10 ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شو كم بصور شو براويكم شو ما براوي خاف اكون مقصر. هي والله قميضة هذا الواحد ما يعطيهن حقهم في التصوير. شيء عمل جبار سبحانك يا رب. شو التنسيق والترتيب كيف. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل قسم وروحه كل قسم روحه معزول عن الاقسام الثانيه. محمد نعم اليمين واليسار كلهن مداني ما شاء الله. ها على اليمين وعلى اليسار كلهن ابوي هاي انتظار الولاده كلهن مداني مره. لا اله ما شاء الله تبارك الرحمن الاف مؤلفه. كم الف المجموع اللي موجود؟ اكثر عن 10,000 فوق 8,000 حالياً. حالياً فوق 8,000 والطموح إنه يوصل إلى 20,000 إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل تبارك الرحمن خير الخالقين ما شاء الله ما شاء الله. اللي اختفنا عن هاي لا كلهن مداني. هاي لا كلهن مداني. وهذيل هذيل المواليد البكار هي هذا نخليهني حق الإنتاج. ها عمارهن كم الحين؟ هاي عمارهن على سنة. متى يتنوخن؟ يتنوخن بعد 2 سنين ثلاث يعني ثلاث بنت ثلاث تتنوخ. نعم وعشرها 12 شهر. نعم لا اله الا الله. حافظ على الزين تبارك الرحمن. دكتور الرقم التغريبي كل سنه كم الانتاج؟ المواليد
مواليد يمكن فوق الألفين ما شاء الله. فوق الألفين ولادات عندنا. نعم. يعني القطيع عندنا يزيد سنويا بحوالي ما شاء الله كل سنة 2000. السلام عليكم. عيد مبارك. حليلة. يا ابني ترحيب السوداني مساء ابو احمد ما شاء الله عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الله تبارك الله خير الخالقين. هذا طالع حماركم المحلبة الحين. كلها اوتوماتيك. كيف وصل للعالمية؟ وصل للعالمية من النظافة ومن العناية ومن العبالة من هالترتيب الفنان. شوف اللبن في الماكينة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما تعورها ابو محمد يوم تحلب الماكينة ما تعورها. سبحان الله سبحان الله. رقم 4260. نعم. انتاج من الحليب اليوم 4.92 يعني حوالي 5 كيلو الحين جايبه. اها. وهي سايرة. نعم هذا حليب الصبح يعني آه. حليب العصر عادة يكون أقل من كذا آه. الحليب مستمر لسه يعني الحين 5.14 فهذا ميك ميتر يقيس لك يوريك الإنتاج اليومي للحليب لكل ناقة الحين هذه إنتاجها هذه ياسة الحلب هي. أي نعم. لا إله إلا الله سبحانك بعدها ياسة الدر. نعم. ما شاء الله الحين هذه هاي انتاجها لين الحين ما يقارب 7.5 كيلو هاي انتاجها الحين حاليا هذه 6.5 كيلو تقريبا هذه وهذه كل وحده مرقمه كل وحده باسمها وكم انتجه لا اله الا الله. تم الافراج كل جروب طالت اعماركم 24 الجروب الاولي هذاك 24 خلص من الحلال هذا طالت عماركم الجروب الثاني بعد 24 كل المجموع 48 يتلاقن عند البوابة هيج الفريق كله يتلاقى مع الثاني ويصيرون جروب واحد مرة يصير ضربة لين مكانهن يأخذن اللفة والرياضة ويطعمونهن ويحل ويشربن العيال ويعينهم من الله خير عقب خذوه بهن لفة كاملة دورة مدتها 4 إلى 3.5 كيلو كلهن ما شاء الله مدربات ها يفتحون عينهن خلصوا ما شاء الله تبارك الرحمن ألا ما تشوفون فريق ألف وفريق باء هذا فريق ألف أول بادي وهذا فريق باء حين خلصوا من الحلاب يمعوهم ضربة واحدة وسار جروب كامل سار عند العيال أرضعوهن ما شاء الله تبارك الرحمن شوف ها وين سارت؟ شيء اوتوماتيكي تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يتعينك يا حسود ما شاء الله تبارك الرحمن خير يا اهل الخير خير يا اهل الخير يسوون لهم طلعت عماركم شرات القايد اول شيء يقودون وحده من يقودون الاوليه يعني ليه وراهم مرة هاي ورا الثاني هذه ورا الثاني دين يكملنها على ما تشوفون سبحان الله دخلوا وغسلوا ضروعهن ومسحوهن وعقموهن حطوا لهن عادة طريقة المحالب هاي الأوتوماتيكية على ما تشوفون أبو محمد هذه الأيداد عبات هذه الثالث دخل يدخل سبحان الله هي ثالث دخل يدخل اليوم توهم معلمات يعني معلمات. لا إله إلا الله سبحانك يا رب اللهم لك الحمد علم الإنسان ما لم يعلم هذا المكان في ناقة واقفة فوق شوفوا من فوق نحن الحين نحن تحت الأرض ترانا نحن الحين تحت الأرض دكتور الحين كل ناقة فوقنا نعم هذه ناقة هذا الحليب هذا الحين مباشرة نعم مباشرة لا إله هذا الحليب دافي سبحان الله هذه الحليب فوق نفس الميدر يوريك القياس بتاع الحليب يعني كمية الحليب الموجودة أو أنت ساير ها نفس على عدد المحالب على عدد الحيوان اللي فوق موجود كل محلب بمحلبة وكل هذا يصب طالة عماركم في هذا المخرج يظهر لين بنصور بنرويكم وين يصير الحليب اللي تجمع كله من البوش
تجمع على هذا التانك. زين. مقرب الحليب يصل لمستوى محدد. نعم. في بمب تضخ الحليب مباشره المضخه، تضخ الحليب الى التانك الرئيسي. خزان. الى خزان رئيسي. نعم. نقدر نصور الخزان؟ نعم. زين. لكن قبل الخزان يمر عن طريق هذه الوحده اللي هي وحده التنفيذ السريع. هذه مهمتها تبرد الحليب مباشره بعد تجميعه من الناقه لاقل من 4 درجه مئويه. هذه الدرجه تحفظ الحليب بحاله طبيعيه كما هو او كما طلع من الماء. لا اله الا الله، كيف بارد مباشره. تبريد فوري، تبريد سريع او فوري. شوفوا هذا الخزان، كل خزان، هذا خزان رقم واحد وهذا خزان رقم اثنين. هذه درجه الحراره الحين، يعني درجه حراره 3 درجه مئويه. ثلاثه؟ ها نعم. صهاريج تجمع فيه اللبن. طريقة بعدين وين يصير دكتور الحليب؟ الحليب بعد ما يخلص يتجمع من هنا ينتهي الحليب. نعم. بننقله إلى المصنع الرئيسي. أها. لتصنيعه وغسلته وتعليمه. نحن بنسير المصنع. نعم إن شاء الله. بتودونا؟ إن شاء الله. شكرا دكتور. مرحب. دكتور أحمد شكرا على حسن الاستضافة، وبارك الله فيك وطال عمرك. وشكرا جزيلا على كل هالجولة المميزة. حبيكم محمد، شرفته. نثمن لك هالتعب، ونثمن لك نحن والبشرية كلها، العالم كلها الحين تطالك تدعي لك بطولة العمر. على كم سنة لك دكتور؟ أنا الحين في المصنع يمكن 10 سنوات. تبارك الرحمن، ما شاء الله، يواليك العافية. بارك الله فيك. تحياتي لك وللأسرة. بارك الله فيك أبو محمد. دكتور أحمد شو اسم ولدك؟ عبد الرحمن. الله يطول بعمرك يا ابو عبد الرحمن. بارك الله فيك. بارك الله فيك وشكرا جزيلا. الله يحفظك. انا تشرفت بشوفك. الله الشاهد. شكرا طال عمرك. زرع علينا ابوي كلنا هالنمونه على ما تشوفون. ما واحد يدخل الا ابوي متزربل. لا في عمره ومقمط عمره، هاك التقميط ها. تحرى داخلين غرفه العنايه المركزه. ها. هذا الحين وير ار وي جوينج دكتور؟ You are welcome to Camelicious Manufacturing Unit. We process camel milk here. I will take to the restaurant. توكل على الله. نحن دخلنا حين مرحلة هذا مكان وين تصنيع الأجبان والألبان والقشطة وكل شيء كلها بنصور لكم إياه. هذا الموقع اللي أنتم تشوفونه يتم تجميع الحليب من جميع المحالب، يوصل عندهم بيبات ما تمسكه أي يد بشرية. هذا اللي تشوفونه كله يتعبى ويمشي بيبات ستل السيل مبردة تحت درجة حرارة، يعني تدفى وتسخن وتعقم ودخل في مرحلة برودة ما تدخلها أي نسمة هواء. لذلك يتم محافظ على جميع خصائصه وجميع خزانات عملاقة ما تمسها اليد، كله بيبات بيبات. أحب أن نتقلبكم إلى المرحلة اللي هي ما بعد ذلك. ما تمسكها اي يد بشريه، توصل غراش يتم غسيلها وتعقيمها ومن ثم تجفيفها وتعبئتها اوتوماتيكيا. شوف الحليب سائق نداره، من ثمها يروح الى الانتاج. حط السير ها على ما تشوف ياكم. ها. براد معدل مزين على ما تشوفون. من خاطري انا بخلي خاف عني شيء. راحتي وقرة عيني افضل لي من لبس الحريري. ما شيء ثراتكم يا كمل شيء. حرام يدني سلم على الشب، سلم على الشب بور بور. غلطان والله ابوي لما يشرب من هالحليب الفنان. يسلم على الكب، خطف على المعلاق، خطف على الكلى، خطف على الحاق، وياي مرحبا مرحبا. وانا راح ضده يتحب في مكتره. ما تشوفون طالت عماركم يتعبى ينحط بكراتين. ها كرتون بكرتون وكل مقاسه بمقاسه يتصدر عاده. شيء داخل الدوله وشيء خارجها. هذا نسبه للحليب. جسدكم الا اللون، اللون الملكي. يا سلام سلم. هاي تشوفونهن كلهن ثلاجات، كلهن ثلاجات، هاي كلهن ثلاجات ما شاء الله تبارك الرحمن. ها ها
يا ربي يا البرد اللي في الدنيا كله هني. Which part in India you are? I'm from Calcutta. Calcutta. You are think one day in your life you will come to this country and you will work in this kind of job? I never thought of that I will be working in a camel milk dairy someday. It is a wonderful experience. SubhanAllah. When you go to your country, you talk about this. Sure, of course we will talk about it. Very good. SubhanAllah. هذا السؤال كان محيرني في خاطري. الهند ما عندهم شيء هذا، فكيف يعني الدكتور هذا تخصص في هالمجال؟ قال أبويا ما يصير لهم هناك، روحهم سائقين من هالأمر اللي أنا أقول لهم شرات الحلم يتراوالهم. هذا اللي تشوفونه ما يتراوال في التراب، هذا حليب إبل مجفف مكاين تستمتع به الطريقة، طريق كامل جاي من آخر الدنيا من هناك مخصوص حق يصور. شوف ما شاء الله طريقة، شوفوا تبارك الرحمن. عمار عمار يا هداء، عمار عمار تلفزيون الالماني جاي من المانيا، جايين حق يصورون، جايين من المانيا مخصوص مستعيبين من هالامر اللي مستوي، مستعيبين روحهم جايين يبغوا يصورون يراون الناس شو اللي هناك شو مستوي. تبارك الرحمن. شيء عبوات كبار شيء عبوات صغار، هاي تشوفون كل للتصدير، شيء للسوق المحلي شيء للتصدير. هذا حليب جمال مجفف جميع المقاسات، لا اله الا الله سبحانك يا رب. I am Khalid Al-Khadi from Abu Dhabi. Hi, nice to meet you. I'm Maria from Germany. Hi. You? I'm Jan from Germany. I am Lucas. From Germany? From Germany. Also from Germany. Why you are here? We're filming at Camelicious and we want to show how camel milk is made. It's a documentary on it's a documentary. You are happy here? Yeah. Sure. I think you are look like here in something very big. Not easy thing. It's a big factory. Yeah. We were surprised. Yes. And same machines like we have in Germany for milking cows. It's exactly the same machinery. You are happy here? Yeah. Thank you. Nice meeting. Also, we've seen so many camels, about 9,000 camels. Yes. Camel babies, camel eggs. There is in Australia the one like this one, but they have 2,000, 1,500. Same. Not that big. That صورنا لكم قبل شوي طالع عماركم طريقة تعبئة حليب البودر، هذا اللي تشوفونه حليب البودر، حليب بودر جمال. نحن طالع عماركم حاليا موجودين في معمل، أكبر معمل في العالم لتجفيف حليب الإبل وتصديره لجميع أنحاء العالم. هذا اللي تشوفونه صهريج، أكبر صهريج في العالم وأكبر مصنع لتجفيف حليب الإبل وتصديره من إمارات الخير، من داري دولة الإمارات، بلد الاستثمارات، من بلاد العطاء، من بلاد الخير اللي مستضيفة وإن شاء الله بتستضيف ما يزيد عن 25 مليون شخص في هالكم شهر جاي. نزل وبارك طرح البركة في هالأرض وفي أهلها قبل هذا كله في حكامها ولاة أمرها يا رب العالمين. وصلنا في فندقنا طالة عماركم وقمنا بإنجاز مهمة يعني تكاد تكون شوية مش بسيطة، ملكة من المشاريع الهامة واللي لاقت إحسان الكثير من المستثمرين في العالم يعني مبلغ عندنا. والحمد لله كانت تجربة موفقة واستثمار موفق ناجح، وكل التوفيق لكل من قام على إنجاح هذا المشروع العظيم. يلا ونحن بنسير عادة شوي بنرتاح حين في الفندق، وعقب ما نصلي الظهر والعصر بنتوكل على الله ونصور لكم وين بنسير. أكيد شيء فنان يعني ما بنقيل إلا عسب شيء فنان. مجرد دخولك فندق أدرس داون تاون خاطرك ينشرح، تحس كأنك داخل في شيء إمبراطوري روحه
دخولك في اللوبي، لوبي كنت هي أدرس داون تاون، كأنك داخل مملكة، مكان شرح، فنان يغني هليل، فنان يغني هليل، مش إلا فنان عادي، فنان يغني هليل، كل ما تعني الكلمة من معنى، رقي ونظافة وأناقة، مكان فخر سبحان الله، مكان فخر يجيب السعادة، وكل ما تعني الكلمة من معنى، جميل مكان، مكان غريب عجيب، شرح سمعتوا بهالشرح؟ هذا اسمه عمر الطويل، مدير عام فنادق الداون تاون، هي قاعد اصورك، كيف حالك؟ امورك تمام؟ الله يسلمك. الحين نحن جالسين في لوبي مكان مطعم، ومكان هذا مش مشكله ظني هذا مده طويله ما شفتك. كيف حالك؟ الله يحفظك. كيف انت؟ هذا هذا طالت عماركم، يسمون البيج بوس بالنسبه لفنادق الداون تاون اللي تبعت الاعمار اللي فيه انت يا دبي، العطاء دبي، الاستثمار دبي، الخير دبي، اللي كل يهادي بها. شو اخبارك انت؟ انا باتم صحه وعافيه. كيف حالك استاذي؟ شكرا. شكرا على حسن الاستضافه، شكرا على كل ما تسوونه لرفعت هالفنادق وجماليتها ونظافتها ورقيها، ورقي حتى اللي يشتغلون عندكم ومعاكم متعاونين وياكم. طال عماركم. هذا نبيل رجال رقم واحد. كل ماني اليوم بشير سوى لنا ابجريد المره هاي. اي والله مبسوط معنا مستانس. قلت هاك الخت اللي عليها رضوان من الله، رقده يسمونها غير نمونه. اي والله اي يويت مره ما اسوى ساوي من التعب، حطيت راسي ورقدت والحمد لله توني واعي وبخير وسهاده، وعندي عادة سيّيرة جدا مكان فنان بيعيبكم، وإن شاء الله بتلقطون اللي يسركم في المكان اللي بسيله إن شاء الله. شد مكان شد سائل له بدال الودي ثلاث أربع وديات سائل له، وحين عاد مرة برغم الفندق عطونا ليه تشيك أوت، لكن أنا قلت بخلص شغلنا وبنتغدى بنتوكل على الله وبنسير رد بضبي، يعني ان شاء الله يكون يعني قبل المغرب نحن في ابوظبي، لكن عندي شغل من اخلصه الحين بسير على جندلتي اولا وخلاص بنعمس. هذا يوم يقول لك الزود طبع مراكب، اليوم حتى الدله طالت عماركم من الزود، ما فندق ادرس داون تاون حاطين ابوي يميع لمياها المعدنيه من عندهم مصفه، وقلت في خاطري انا ليش اخليهم ولا اسوي تشيك اوت، بسوي اليوم القهوه من ماء من المياه المعدنية. وهذا الأربع شريت وهي شلن لترين، ها لترين كاملات، وشد فاحل محينة على ما تشوفون فاحل ماء هالقهوة، هذا الفنجان الأولي، وهذا طلعت عماركم الفنجان الثاني، كلهم عومات لين عينهم زين، وهذا الفنجان الثالث. ايوه هم بالقزو طبع مراكب. ايه فضل ونعمه من الله سبحانه. على ما تشوفون القهوه وقمشت، ها هاي علامات النضوج، علامات النضوج هذه، ها مره رقم واحد تريح لي تركد، والحين هذه وقت هاي الاشياء هاي مكملات للي يرغب، واللي ما يرغب عاد عليها الرب حافظ. انا ابوي لازم قهوتي، او اني انا احط لها ابوي زعفران ومسمار وقناد اللي هو الهيل، بدون ذلك انا ما اطيب لي القهوه، ما تعيبني. يقول لك والله الفلانيين قهوتهم تم مكانها، هي تم مكانها يوم هي مصلله، دوم هذه القهوه ممزوره في دلتهم ما حد ياخذ منها ولا فنجان، لا نحن دله بالترين ما تكمل ساعتين لعبرت كانها في البيت ولو هني. والسبب شو؟ فيها بوي الزعفران وفيها المسمار، فيها الزعفران الطيب بعد زين، وفيها المسمار وفيها القناد ونوعيه القهوه الطيبه، نوعيه القهوه بعد بلا قهوه، نوعيه قهوه، نوعيه القهوه. وهذا المسمار خمسه بصوص لو سته زين، والقناد على طارق عماركم حسب الرغبة. أنا ما أحط إلا خاشوقة واحدة، السب الشو أساس أنه
غادي القهوة يطعم البن القهوة نزيت لها القناد راح بيطعم القهوة وياك بس فقط طعم الهيل. طعم الهيل اللي هو القناد يطغى على طعم القهوة يوم يتكثر فما تطعم قهوة، والقهوة كل من طبخت كل من مررت وصار طعم القهوة، وآزم فقط مرورة القهوة لكن لا ريحتها ولا طعمها ما يكون موجود. والسب شو كثرة الطبخ، لا الزعفران ولا القناد ولا المسمار ما ينطبخ ويا القهوة، كل شيء روحه. القهوة ما تحب الشريك، حد من العربي خلط عباس على دباس كله فوق في الغوري ويزله، لكن أنا والناس اللي ما غير الإنسان الناس يعني على حسب رغبته ما يحبون يطبخون لا القناد ولا المسمار ولا الزعفران لأنها هاي مطيبات يسمونها، أي شيء فيه مادة عطرية ما ينطبخ في الضوء، انطبخت في الضوء خازت قيمتها الغذائية وريحتها العطرية وراح مفعولها، آزمت هي وحال الحتال هذه واحد. بارك الله فيكم، اسألوها للعرف ما يبالي كلام، حافظ عليك يا ابو محمد. درر ها وين هذه العقبوي بطن الدله مره، ايوه وحنا بنزل الدله بنت قهوه وبنسير جدا وين احنا سايرين ان شاء الله. يا حافظ يا حفيظ على قهوك يا ابو محمد، يا ربي ما اكثر ما امدح عمري، انت امدح عمري وانا ما جدل باللي عند العرب، كل انسان على حسب رغبته وشو اللي يوزله شو ما يوزله. انا ابو تركب كبر هالدله هذه 3 لتر وما مزرنها، انا ابو ممزوره يا غيرها قطره بعد شوي يونا. اي والله عمرك يا بالدرويش مشكوره على هالصحيحات الفراده الخلاص الطيب الفنان اللي شبعان من الشمس اللي لا في لا يلود ولا شياتها، رقم واحد ما بيعينك ميلد شبعان شمس، ورقم واحد ما بياعي لا الحمريج الحمهريج لب رقم واحد. مشكورة شكرا يا بالدرويش، الله يزيدك من زوايد الخير يجعل عمرك عطعامه وقعامه، لا خلينا منك ريحة الطيبين يا ريحة بنت سعيد يا ريحة خالتي الغالية، لا خليت منك. مشكورة يا أم أحمد، وهذا أثارها أبوي طلعت الدلة لترين وأنا قلت 3 لتر قلت بياكلوني، قلت أصحح المعلومة مساء أولني بقول لترين قلت 3 لتر بين 3 و2 و1 زيادة زيت 1 أنا بعد كان أنتم بعد بتاعت تعرفوني حد كثري عظم الأمور. إيه والله قطع القهوة حبر 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 غادي إيه هاي يسمونها الأول دمعة فريد، دمعة فريد يقولون ليش دمعة فريد شو السبب، ليش شو سبب التسمية دمعة فريد، حد من العرب يعني مسمينها دمعة فريد القهوة الغليظة. دمعة فريد عقب ما ماتت أخته أسمهان عازم يقول لك يا عين هلي ويا عين هاتي، يصيح بعينه ومعينه لين دمع انجلب دم، وثم القهوة الغليظة دمعة فريد يقولون في ذمة من قال، في ذمة من قال أنا ما يخصني غيري لي قال وأنا قلت، ولا أني أنا لحقت على فريد وعلى دموعي مصب دم حش علي والله ولا دريت، ما ظنيتش الصح ظني يكذبون هل يبلغون هالكلام، لكن أتوقع أن الكلام هذا مش صحيح، أن عيون أهل كبير وين يصب دم، رحمة الله عليه وعلى أخته إن شاء الله الله يغفر لهم. لكن يقولون أن يوم توارق ويخته وماتت انجلبت بسيارة، يقول لك جلبت بسيارة فعل فاعل بعد شو التحرم، ما ماتت إلا مني والدرب هي فعل فاعل يقول مجتولة، تم هو يصيح ويا عين هلي ويا عين هات ويا عين هلي ويا عين هات يا عين هلي ويا عين هاتي يا عين هاتي ويا عين هلي يا عين هلي ويا عين هاتي لين آزمن أبوي دموعه بدال الدمع دم، يا عين هلي بدال الدمع دم هذه عيون فريد، ويوم آزمت أبوي عيون التهاطل من الدموع بدال الدمع دم سموا القهوة عليه أو أنه دمعة فريد، هذه دمعة فريد اللي بيصدج يصدج واللي هبه مصدج عاد عليها الرب حافظ، هاي كلمة وأكيد هذا الكلام اللي قلته كل من تأليفي لحد قال لي ولا شيات، أنا روحي هذا حين تأليفي وعلفته الساعة وسوال فضح ترى وياكم لا تحرون لنا الصدق، هاي كلها خراريف ودراريف متيمعة. يلا بس عاد عليكم صناعية القوز شارع الخيل، صناعية القوز شارع الخيل، هذا الشارع امتدادها آخر إشارة اتلف يمين
زينوفا، هذا زينوفا كاربت، تعرفونه كلكم. هاي بخاخيرهم استوراتهم، وهذاك الشوروم جينا بدال الودي 1000 سوينا لهم تقضية، كان شغلهم مرتب، والبضاعة اللي عندهم كل شكر عليها، اللي خد منهم اللي خذوا من الكويت من السعودية من قطر من عمان من جميع إمارات الدولة، كل شكر وكل قال خدمة وتوصيل ونوعية وجيدة ولك وللزمن. لا تقولوا ما حد قالكم، قلت لكم أنا جاي زينوبا للسجال جاي، لكن ليش عاد؟ شو السبب؟ شو هناك ليه هذه وانتظار خميس والجمعة والسبت اليوم حين الحين ينام القايلة طير ما يطير. ليش؟ لا بد إن في إغراء في طرب في شيء. أولا عندهم 50% خصم، منبونهم عندهم 50% على جميع أنواع السجاد هاللي تشوفونه، هذا أولا. ثانيا عطونا ها كرامة، هاي هم تخفيضهم 50%، وعطونا كرامة لمتابعين خالد الخالدي اللي هو محمد ربيعكم ولدكم أخوكم زين، عطونا 20، يعني زولي اللي جيمت 1000 أزمت ب 300، من 1000 إلى 300، يعني 70% بيطيح من جيمة كل قطعة. ناهيكم عن عادة، السبب الرئيسي بالجي أولا تعدد وازدياد المقاسات بأشكالهم الدائرية والمستطيلة والمربعة، هاي مقاسات جاية كبيرة للبيوت الكبار والميالس، هذا أولا. وثانيا النقوشات والديزاينات اللي موجودة ما بتلقطونهن عند أي محل من محلات السجاد اللي موجودة في الدولة، كل الأشياء اللي عنده فقط عنده هو، ما بعند غيره، سجاد إيراني على بطنه وظهره مضمون والضامن الله. تشوفوا بس هاي أول وحدة، هاي أم الحاشية الزيتية هالخضراء، أم الحاشية الزيتية الله أكبر، هاي أبوي ملكية، هاي طاحت أول ما طاحت في عيني أنا، هذه لازم بعنيلها لين هنا. أنا طالت عمركم اللي جاي على سبها هذه، ها حين جاي طالعها بخليها آخر شيء، آخر قسم بي هذا الحرير الطبيعي، أنا بي آخر شيء، ما يازلي بكثر ما يازلي هذه عاد مكازوة، حاشيتها فيها كازوة، ما زين هي أبوكم تأخذ العقل، برد خلاف عاد على الباجي، لكن هذه عاد أدري إنه يوم نفضها بينت، هاي ما عندي غابي وزين وفنان هي كل شغليات، لكن أنا هذه اللي يازتلي، هذه الزيتية الغامجة يازتلي، وإن شاء الله النبي يعطيني إياها بسعر ممتاز. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الله يسلمك. انا نسيت اسمك. انت نسيت اسمي؟ هي. علي علي يا علي. اشوف تعال مني منك حريم، احترمت المهب. اقول لك صبر شوي، افترتي راسك. هاي الاول اللي هنمونه اذنيه يسمونه اصمع. هاي اللي اذنيه انصمع بعد، هاي من النوادر. كيف حالك يا علي؟ اذنيه صاحي وحده سعد. ما شاء الله عليك، انت ما بلا سجاد عندك غريب، حتى انت بكبرك غريب. انت كلك فنان يا علي، وحده صاحيه وحده صمعه. المهم احنا طالت عماكم بين نار مسعاده عن الزلب، بنودر السوالف والضحك وهذا، بنصير نبتدي من البدايه، بنطوي المكان كامل من اوله لين اخره لين نوصل القسم هذا بالنسبه لي انا، هذا وايد عيبتني، وان شاء الله انه تعطيني اياها بجيمه زينه ان شاء الله، ولا بلاش تاخذ المحل كامل. ربك الله ما كذبك. انت بتعطيني شيء بلاش، عطاك الله وجهه. الحجم هذا شو من نوع هذا؟ هني كل هاي تشكيلات جديده اللي ما كانت موجوده من قبل، زي إيه؟ ياسهم 3 في 4 بس سبعا، انا اكبر وانا اصغر كمان، لكن هاي التشكيلات كلها جديده. ايوه 3 في هاي 3 في 4 حين بعدين الأسعار اللي بتشوفها مثلا اللي كانت 8000 الحين 2900 درهم زين، وفوقها هذه 2800 للمتابعينك كمان 20% خصم، يعني 70%. سمعوا يا من حضر، أيوة. 70% هم عندهم 50 و70% التشكيلات كل التشكيلات بأي مكان، ها يقول هو
ان التشكيلات اللي تشوفونهن مش موجوده، كانت موجوده من قبل، الحين حولتها لهذاك الطرف بنصورها بيكون قسم تسفيه. قسم تسفيه لكن تبدأ من 900 درهم الى 1800 درهم. دوك نشوف والله عليكم هاي كيف ترحب يا ربي يا زين. هذا الحرير والسوق زين. ايوه سعرها كانت 12000 هين 4900 درهم حرير ثلاثة. هذا 50% زين. يوم 50% يوم... زين وفوقها 20% للمطابين. زين يعني من 20% من هذا السعر. من هذا السعر كمان 20%. يعني كم بتستوي هذه؟ كم بتستوي مثلا؟ خلينا نقول 1000 درهم كمان فوقها 3900 تقريبا. ايوه زين. لازم هذا مثلا 2900 درهم. شوف جمالتها، شوف السجادة 2900 بعد الخزن 7500 وشي أكبر وشي أصغر. وهاي مقاسة 3x4 في 4 هاي كم قياسة؟ 3x4 هاي 3x4 وشي أكبر وشي أصغر. 5 مرات من هذا خيبة، 5 مرات أكبر من هذا وشي أصغر 5 مرات أكبر. هذا تشوفون يرمسها رمسة كلها، ترى أبوي المصنع ماله، عنده مصنع، كل شيء عنده مصنع بس حق روحه. هرب الله ته علي الحين المقاسات هاي شو النوع هذا؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا قياسهم اصغر. هي مثلا هني هذا حرير بامبو، حرير بامبو زين، وهذا حرير بامبو وفي اكروليك كمان. بس اهم شيء لعندي مش من المشتقات النفخيه اللي بتجيب حساسيه بيخرب يتاثر على سلامه الناس والضمان اللي بعطيهم 25 سنه على البضاعه. هذا النوع السجاد اللي بيشتروها، شوف الاسعار هذي مثلا بعد الخصم 1900 فوقها 20% خصم للمتابعين. يعني كم بيس؟ 1100 وفوقها 20% للمتابعين. يعني 1000 هذي 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 هاي هذي 800 درهم بعد الخصم. المصروقات لو بعك صار جنهن والله، الاول الزل على بعشرات الالاف الحينه بيسووا لهم بيع لص مخلص. 1350 هي وبعد الخصم 20% للمتابعين. شوف انت هذي كم؟ 750 درهم. شوف هاي 750 درهم بس قياسها 2x3 وفوقها 20% بس. وشيء ثاني كمان، اي حد اللي بيشتري يرسل الفاتورة على رقم الواتساب وراح يحصل يدخل في السحب 20000 درهم لاربع اشخاص، كل شخص 5000 درهم. هذا كمان الى اخر الشهر ما شاء الله ما شاء الله. آخر الشهر يكون عندنا سحب لخمسة أشخاص، كل أربع أشخاص كل شخص 5000 درهم. المهم لازم معلومة تعرفونها، هذا يا أبوي اغسل ويلس عليهم لك وللزمن، ماي عولن مشروك حرير بصوف، ماي عول دب الدهر دب الدهر. وضمان كم؟ 25 سنة ضمان توصل إلى 25 سنة على غسيل، على خيوطها، غيرت اللون زين، جيبها سجادتي هذه. شوف وصلت على شيء الكلاسيك وشيء المودرن. ايوه شيء الكلاسيك وشيء المودرن، وكل وحده احلى عن الثانيه، كلهن جميلات، كلها النقوشات هاللي تشوفونها كلها جديده. هذه شوفها 1200 وخصم 20% ما قال خالدي بيكون 1000 درهم. يلا كل الموديلات هاللي تشوفونهن ايداد، اللي الاوليات اللي تعلنا عنهن هناك مكانهن، هناك هاك تصفيه عليهن، اللي منهن قطعوا قطعتين وثلاث، قطعوا قطعتين وثلاث، مثل قطعوا قطعتين مثل مرحبا مرحبتين. انزين وين احنا سايرين الحين؟ يلا زين علي. نعم هذا شو اللي انا اشوفه؟ هذا مصنوع من الحرير ومن السوق زين، اشكال الموديل مش بس الايراني بيكون الكلاسيك الاولي، عندنا موديل كمان اشكاله والانواع. ما عجبك الديزاين، ما عجبك القياس، تبغى قياس معين نفصلها كمان. شوفهم هذا اللي سيرهم بالسوق. شو صناعتن هذيل؟ شو هاي؟ ما عندي الا ايراني، كل شيء اللي موجود من مصنع تبعنا، من مصنع مالنا. لا النوعيه القماش مالهن صوف اسمها اول شيء 1200 غرزه، 1200 غرزه 3600 شانه زين. ايوه ثاني شيء نوع الخيوط زين، اكروليك مع البامبو سيل فيسكوس. ايوه وقابل للغسيل، عليها ضمان 25 سنة. والمقاسات ترى كل شيء متوفر عنده، مبغيت الساعد، مبغيت المشير 3x4. ها كم اسعارهن؟ عندي الوان والاشكال سادة بدون اي شيء. هي سادة بالبراندات موجودة. شوف هذه
ليبا الراثي الاولي. ايه ايه كلاسيكي الاوليات كله موجود كله. شوف ابوي هذا تبع زين بفصل لك على اللون اللي تبغاه على السماكه اللي تبغاه وعلى السماكه واللون والقياس كله عندهم. اي نوع تختار ام بغيت ابوي كلاسيك ام بغيت مودرن ام بغيت النقش اللي انت تباها كل شيء ترى موجود عندهم. ما يريش في عقلك انك تدخل مكانه وتظهر مبراضي. اي مقاس تباه حتى اللي ما بموجود يخيطون لك عليه يطلبون لك الطلبيه تبطي الطلبيه. ايوه اللي يطلب يبطي. شو يعني يبطي؟ ما بعرف. يتاخر؟ لا 75 يوم للتفصيل. مربلاتك أيوة. بحر القرون. زين يلا الحين هذا شو؟ هذين كمان اشكال. هذا نوع طالت عمركم الحين. نحن بنودر هذا بنودر هذا بنيكم بنرمس عن شيء ثاني بنصور لكم اياه. وشوفوا هالمشاريع اللي هم نفذوهن كل هالمشاريع اللي هم نفذوهن هاي اللي تشوفونها ها تنفيذه هو هذا الساحر. هذا طالت عمركم كله يختار الالوان 800 لون 800 لون. تعدون الاول اللي نسميه الحفر. هذا هو الحفر في اختلاف من السماكة والألوان والأشكال والغلط ماله والارتفاع كله فرق. في بالفيسكوس وفي بالسوف النيوزلندي وفي بالسلمك حرير التايلندي زين. وتختار من 700 لون تعطيني الديزاين أو تختار من الديزاينات الموجودة عندنا. وانت اللي تحكم بالسماكه تحكم بالديزاين وتحكم بالالوان 800 الوان مختلفه زين. تبغى 3D تبغى هذا الشغل اللي فيه نتوءات تي هاي سيده الارضيه وتي هاي روح من غير على هذا كله على حسب اللون اللي انت تبايه العميل. هذا من نوع اللي هو التفصيل وعلى حسب الدرجات كتالوج تختار اللي انت تباه وتدخل اللون وسماكته وطريقته وشو اللي تبغى زيادة شو يزيد شو يقصر الارتفاع تبغى هذا أنهض عن هذا هذا أقل عن هذا نسبة البيج هذا أكثر أو هذا أقل والبولصي هذا بعد تبغى غير على هواك. كلها 1,600,000 موديل عنده غرب الله. هذا حي الفاد هذا شغل حفر كل حفر هذا يجي كل حفر. يبون اسمه الحفر ميديوم لارج كيف تبون؟ كل موجود عندهم كل موجود. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا يا علي. أفضل. الحرير هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم صغار للي للهدايا واللي بيعطي زين وهذا قسم بعد منقير. كل نوع يختلف عن الثاني. الجودة هي المقاسات تختلف فقط المقاس يختلف. الجودة من أروع ما تكون. جودة الحرير عندهم لك وللزمن. ما تروم حين تسير كل ما صرت مسير على حد مودي له شيء عادي لا بتودي شيء الإنسان المستطيع واللي عنده الاستطاعة وعنده القدرة يودي الشيء اللي ينفع العرب فيه. ما يودي لهم شيء يخترب بعد مدة ولا شيء على حسب رغبك أنت يا الإنسان. والأسعار نفس قيمة الشيء اللي بتودي مال صراط ومال بلع ومال مال هذا الخربشان. ودي لهم أبوي شيء يستفيدون منه. الآدمي بيودي شيء ودي شيء الناس تستفيد منه. هب تودي لهم شيء يخترب بعد يومين لا. مقاسات عديدة وأشكال غريبة عجيبة ما ولا بتلقطونها في أي مكان فقط عندهم. شيء زود 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 شيء تول عندهم. شيء الأشياء اللي تشوفونها نحن سوينا لهم تغطية قبل العام وعام الأول وليه قبله في هالسنتين اللي اختفن 3-4 وديات هي يسوي لهم تغطية ولا قطعة شابه الثاني. كل الأشياء اللي تشوفونها هاي كلها أشياء جديدة حاليا عندهم. هذا حين حرير كم الخصومات اللي عليهم؟ اللي يسلمك الحرير هذه سعرها في السوق 25,000 درهم. عندنا 11,000. عندي قياس 2x3 هني. القياس 2x3 هني سعرها 6,500 درهم. سعرها في السوق 15,000. و2.5x3.5 سعرها عندي 9,000. بس برا بيكون 18,000 درهم. والخصم؟ الخصم خالدي أكيد. الشيء جميل. الله 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 يوه يا سلام. لمعة غير حتى لمعة الحرير غرب الله تك يا الحرير ما زينك.
من كل طرف تشوفها لونها. اي والله. بعدين الحرير ما يبين نفسه بالسوبر بالفيديو، لازم واحد يشوفه. اي والله اللي يبين اي على فكره يقولون المصريين لما انت مش عاوز تشتري الفرقه ببلاش، تعال اطمش المكان طماشه كانك تشوف لوحات زخرفيه غير ممونه ما بموجوده في اي مكان، كل اشياءهم حلوه، كل اشياء ربي ما زين هالمخلبه صما زين الزين ما زين زين، ترى وايد هبوي العرب تاخذ وتحط في البخاخير وتخول بين فتره والثانيه غيروا الزل غيروا الفراش يبادون، اليوم حطوا هذه باكر حطوا هاي يجي العقبه حطوا هذه، والدنيا مطرجه مقاسات مختلفه وعديده يا ربي زين وايد هالمقاسات، ما بنروم نرويكم الدنيا نحن كلها هذه، لان لو بنرويكم بيبال سنه كامله السناب ما بيسد. وايد هالاشياء حلوه، وايد اشياءهم حلوه، لا تنعد ولا تنحصى، ومقاسات اقول لك هذا بس، ها كم من المقاس الحين علي؟ ثلاثه حرير الطبيعي سعرهم بعد القسم 6500. هي 6500 على 6500 والله يبوكم. وكمان فوقها قسم خالد خالدي للمتابعينك بس ها؟ هي 20% خصم اضافي كمان، هذا سعرها 15000 السوق اقل شيء. وانتو؟ حرير الطبيعي. وانتو على كم؟ وكمان بيدخلوا تشتري بأي قيمة تدخل في السحب 20000 درهم لأربع أشخاص. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وشيء منها بس ها كله مستطيلات ما شيء دائري ها؟ عندنا دائري، انت وقفت على دائري. والله دائري. هذا حرير الحين؟ عندنا صوف كمان. هذا حرير وهاي صوف. هذا صوف زين تحتها ايه؟ في حرير كمان، هذا حرير يا ربي. ايه هي لا ها سير سير بعك بعك سير، هذا ابوي شيء من حرير وشيء من صوف مع حرير وشيء مودرن وشيء كلاسيك، اشكال وانواع واقطار، حتى هذه الموجودات اللي عندهم يبقى والله الوان هي صرقن العين. بس ابوي بس 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 ابوي ضربني شرات اللحاح، ما شاء الله عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ودنا القسم اللي عليه التصفيه هذا يلا، هذا هني قسم التصفيه، ها كله عليه تصفيه ترى، هاي في تشكيلات مودرن وفي تشكيلات كلاسيكي زين، اسعارهم 3 في 4 تبدا من 900 درهم الى 1900 درهم زين، نفس النوعيات نفس الجوده بس الباقي هبه هبتين سجلتين زين، فخلينا قسم التصفيه. التصفيه كم عاد التصفيه؟ بس هذه اللي ما عليها 20% لان خسرانين فيها زين، قسم التصفيه 1400 1500 درهم 3 في 4 مقاس 3 على 4 في 4 1800 1650 درهم، هذه 1800 درهم 1800، بس هذه اللي ما يكون عليها 20% اضافي لان هذه خسرانين فيها 1900 1700 من 3800 وصل الى 1800 درهم 1900 درهم، قسم التصفية تبدأ من 900 إلى 1900 درهم وتدخل السحب على اللي التصفية هذه الحين اللي أنا أشوفهن شيء غيرهن مقاسات صغيرة؟ نعم موجود هذيل اللي هني عينا سندياس هذيل كلهم على 300 درهم ها مال اللي حق اليهال حق الأطفال كلهم على 300 درهم، هذيل تبع المطبخ كمان للمطابخ زل المطابخ حق حجر اليهال حق البنيات على 300 درهم بس على 300 أشياء مميزة على فكرة، ما تلقط شيء عادي عندهم، أغراض اللي عندهم كلها مميزة وكلها زينة، كل زلهم فنان، ما شيء وحدة غير عن الثاني، كلها بضاعتهم مضمونة 25 سنة ضمان عليه 25 سنة، وهاك قسم الحفر لي منك وهذا الحرير وشيء مخلبص وشيء بوكازوة وشيء وايد وايد الأشياء اللي عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن، ترى كلهن على 300 درهم، شيء كلاسيك وشيء صغار وشيء مودرن وشيء عليه رسومات وشيء أشكال عديدة يعني شيء، وكلهن على 300 كلهن على 300 ما أروم أصور هاي الدنيا كلها ما أروم ما يتصور من كثرهن. وبعدين تشتري سجادة ب 300 درهم وتدخل في السحب 20000 درهم بعد كمان ما في أي شيء ليمت للشراء. أنت وين أيوة. يا إياك إنك هالبيزات هالكذا أربع اللات هذه طالت عماركم عادة من الأحجام اللي وايد كبيرة، هذه الزولية حينه 6 في 10 مساحتها 6 في 10 ويوجد 6
في كم؟ 6 في 12 6 في 14 6 في 8 جميع المقاسات هذه، ويوجد حتى على حسب الطلب المقاس اللي انتم تبونه يوصل حتى لو 20 متر الطول والعرض 10، اللي تبونه كل تفصيل وكل بالطلب وقت اللي تطلبون اللون حسب الديكور حسب اللي تبونه كل بيوصلكم، عندهم جميع المقاسات حاليا. شو توفر علي؟ القياسات الموجودة 6 في 8 6 في 10 6 في 14 5 في 8 5 في 10 جميع الألوان جميع الألوان. هذا فتحنا بس كمثال، هذا بس نراويكم بس كحجم. في أكبر من هذه يعني طولها هذه اللي تحيدونها صوف ريج 6 في 10 وهذه طالت عماركم حرير مع صوف حرير مع صوف. ها يلا يلا انقفضوا ما شاء الله تبارك الرحمن. روح 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 ها جميع الألوان وجميع الديزاينات. لا يليج في عقلك انك انت تبى موديل معين ما بتلقطه بتبى شكل معين ما كل هاي الألوان اللي انتو تشوفونها تقدرون تطلبون اللون اللي انت يوالمكم وبأسرع الأوقات. كم الطلبية هذا كم ياخذ وقت؟ لون فصل يبالي 3 شهور إلى 4 شهور نفس القياس هذا نفس حجم كبير. كل حجم وكل شكل يتخطيه أنا جاهز أكثر من 10 تشكيلات للقياسات الكبار ما شاء الله وبعدين هذه مثلا بقنا منها 10 في 6 ما راح يجيب نفس الشيء عشان بيتك يكون مميز ما تشوفه مكان ثاني. بارك الله. وين اشوف اذنيك كبرك مميز ما شاء الله اشوف رامي اشوف شكل شوفي تدلك الاذنين. شكرا يا شباب بارك الله فيكم ثانك يو فيري ماتش. عندهم اشياء غريبه عجيبه ما شاء الله محلهم حفيزهم ممزور مما تشتهي الانفس. يوجد عندهم لوحات لوحه وين ها شوف اللوحات هاي ها للي يبى حسب الطلب. هذه اللوحة يدوية زين هي. يدوية أنا كنت استخدمها بالبيت هلا جبتها هني فيها تاريخ فيها شيء وراءها سعرها 15,000 درهم لأن حرير يدوي شيء مميز. هاي للتعليق بس أنا كمان مال ماكينة مال ماكينة هذا الثوب هذا اللي رخيص هاي رخاص لبيتها كلاسيك الفيكتوريان ستايل هذا سعرهم على 500 درهم على 500 وهاي لاك اللي هناك طريقة تختلف هاي لما هات 500 درهم كلهن من سجاد زين غير النوع هذاك حرير يدوي حرير يدوي هذاك شيء مميز شو يختلف هذاك أفضل شيء عمرها 30 سنة زين قديم هي اللوحة وبعدين شيء شهادة عليه شيء شهادة 30 سنة شهادة موجودة هي شهادة للشغل بالسجاد بيعرف هذا شو اللوحة هي هذاك اللوحة بس هذيلا كوبي منهم على هايلاك على هذيلاك على ماكينة نعم نفس الشيء لكن هاي بو يشغلهن على ماكينة نسوي له برواز كمان يحطوا لك برواز واللي بتهدي بتعطي حد مربي حد بمختن عياله حد حرمه ابن عرس ولا شيء تهديهم شيء يرزا ويستاهل يعني على حسب مقدور بدل ما تاخذ شيء بقيمته 5000 شيء يعيش يومين خذ شيء ب 5000 يعيش لك كل الزمن يتذكرونك. يا جماعة الخير محلات السجاد عديدة وكثيرة لكن يشهد الله علي اني انا اتكلم الكلام اللي يبري ذمتي قدام الله وقدام خلقه ان المكان هذا من اجود الاماكن اللي انا شفتها للسجاد. سجادها مميز واسعاره مناسبه للكل انسان يبى التنوع ويبى التميز. الانسان اللي الله مرحي عليه لا يستبخل ولا يغدي بخيل على عمره وعلى هالبيت. مكانهم جميل وسجادهم كثير والانواع عديده لا تعد ولا تحصى. انا اخذت هذه وعيبتني وجازت لي بتشيلها بالسياره هي نعم هي بشيلها حينه.